بالبداية خلونا نبدأ بهذا الفيديو لكلمة عبد الله بوفتين التي ألقيت اليوم أمام أنظار صاحب السمو حفظه الله. أحمل رسالة جيل، رسالة شباب قد يختلف فيما بين على تشخيص المشكلة وأسبابها، قد ينقسم على كيفية حلها وأسلوب علاجها، لكني على يقين يا صاحب السمو بأن الشباب وكل الشباب على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم يجمع على شرعية أسرة الحكم وعلى بيعة الكويتيين لهم التي لم تكن يوما موضع نقاش ولا محل جدل. صحيح يا صاحب السمو أن مستوى المعيشة في الكويت مرتفع والدولة تقدم خدمات يمكن غيرنا يحلم فيها، لكن هذا ما يعني أن ما عندنا احتياجات، عندنا وعندنا طموح بعد أن احنا نكون أفضل. وإذا كان الشباب متهم بأن مندفع، خلني أكون صريح مع سموك، ترى هم الشباب قاعد يشوف الكثير من الآباء والكبار والرجالات اللي شالوا الأمانة مشغولين في صراع على كراسي، مشغولين في تحقيق انتصارات شخصية، وغاب عنهم تحقيق انتصار وطني. شكرا صاحب السمو على سعة صدرك، شكرا صاحب السمو على إعطائنا فرصة التواصل معك. اسمح لي على عفويتي، يشهد الله أن كلماتي صادقة وطالعة من القلب إلى القلب عن قناعة دون إملاء أو مراجعة من أحد، وهذا اللي يخلي الكويت غير. الكويت مواطن شاب يتكلم وحاكم يسمع. كلمة من الشاشة إلى التليفون، عبد الله بوفتين صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا، هلا أبو محمد. وعبد الرحمن ألقيت الكلمة اليوم، لاحظت يمكن وتابعت تويتر كان هناك من لديه بعض الملاحظات على هذه الكلمة، هناك من أشاد بهذه الكلمة، لكن أبو عبد الرحمن خلني أبدأ معك بسؤال. أنه أنا سمعت الكلمة تطرقت فيها إلى مواضيع خدماتية، مواضيع الصحة، مواضيع التعليم، هذه أبو عبد الرحمن أي طفل بالشارع ممكن تسأله يقول هذه مشاكلنا في الكويت، فبالتالي ما حملت مضامين جديدة هذه الكلمة، كيف ترد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء شكرا جزيلا أبو محمد. لا أعتقد أن الكلمة يعني ما كانت تحمل مضامين يحملها أي طفل في الشارع، الكلمة حملت مضامين يحملها الرجال في الشارع، يحملها الرجال اللي نازلين في الشارع، الرجال اللي يطالبون بعدم محاكمة النوايا، الرجال اللي يطالبون بمحاكمة سراق المال العام، بعدم انتهاك كرامة الإنسان، بمن يطالب بإصلاح شامل سياسي قضائي اجتماعي وتشريعي. أعتقد بأن لما قلنا حاسبوا الشيخ وحاكموا الشيخ وابن الأسرة الحاكمة، ما أعتقد بأن هذا يعني ابتعدنا احنا عن الطرح، يعني خلينا نقول الطرح السياسي ابدا ما كان طرحنا طرح خدماتي. نعم. طيب عبد الرحمن، انت قلت في كلمتك يعني وفي مداخلتك الحين يعني قلت انه هذه كلمة تحمل مضامين رجال الدولة وتحمل مفاهيم رجال الدولة والاحتياجات الحقيقية بعيدا عن الاحتياجات الخدمية، لكنك في الكلمة تقول ان الشباب قاعدين يشوفون رجالات الدولة والناس اللي عليهم المسؤولية بدأوا يتجهون إلى مصالحهم وصراع على كراسيهم. الأمر هذا مقبول لو أضفت لهذه الجملة الشيوخ، لكن أنت الناس اللي نزلت للشارع الآن والناس اللي تقود المعارضة وتسعى للإصلاح السياسي، هل هي تبحث عن كراسي أبو عبد الرحمن؟ شوف أبو محمد، يعني الحين الكلمة أنا قلت قناعات وقلت رسائل، ممكن نتناقش مني إلى باكر. أنا معك، أنا ممكن أقول لك أنا أقصد لما أقول والله أقصد الصراعات، أنا أقصد صراع ابناء الأسرة، ممكن أقصد برموز، أقصد رموز بالأسرة، أقصد رموز بالعمل السياسي. ما ذكرتها بشكل مباشر أبو عبد الرحمن. لا شوف أبو محمد، ما يخالف، يعني أول شيء لمخاطبة سيدي صاحب السمو مباشرة آداب معينة، هناك سقف معين لازم الواحد يلتزم فيه، هناك أدب حوار لازم الواحد يلتزم فيه، هناك رسائل معينة. يعني بالمقابل كنت أتمنى يعني وإحنا قاعدين للساعة واحدة وننطر البرنامج، كنت أتمنى تقول لي عبد الله في بداية كلمتك أنت قلت رسالة واضحة، قلت أن يا صاحب السمو الأطراف والشباب على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم مهما قسموا كلهم يؤكدون على شرعية أسرة الحكم، وأنا أقصد هنا نقطة معينة،
بأن الشباب اللي ينزل الشارع اللي خونوا فيه واللي تكلموا عنه واللي قالوا عنده أجندات خارجية واللي قالوا يبون أسرة الحكم ويبون يسقطون ويبون يمسكون، هذه ما عليها خلاف أبو عبد الرحمن. لا 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 نقطة مثل هذه يعني حتى يعني لا نهتم لتلك الأبواق أو لتلك المجاميع أو لتلك الأشخاص اللي تثير هذا الأمر، هذه نقطة أصلا ما فيها خلاف، والحديث فيها يدخل في إطار يعني العارف لا يعرف. كل واحد فينا يحاول يروح باتجاه معين، أنت قاعد تحاول تقولي إن أنا قصرت في توجيه اللوم لأسرة الحكم، وأنا أشوف إني يعني كنت واضح ولي لي لي الخطاب مع صاحب السمو مباشرة نادات، أعتقد بأني أنا التزمت فيها وأوصلت الرسالة. واضح بأن كل طرف يعني توا جريدة الشاهد كاتبين كلام ما شاء الله عليهم، وكل طرف خذها يعني فهم المضمون بطريقة. نعم نعم أبو عبد الرحمن، راح أخليك الداخل مع أبو عبد الرحمن. يعني أنت في سياق كلمتك قلت أنه المواطن في الكويت بدأ يلجأ إلى الطائفة وبدأ يلجأ إلى القبيلة للحصول على مكاسب، بس ما ذكرت العائلة. وإحنا نعرف في الكويت، وهذا أمر ما يخفى على الجميع، أن العائلات في الكويت هي جزء من التركيبة الاجتماعية التي تعتقد أو يعتقد الكثيرون أنها من أساسيات المشكلة، خصوصا المناقصات تروح للعائلات. ليش حذفت كلمة العائلات؟ يعني احنا في الكويت هناك منطق طائفة قبيلة عائلة. واضح ابو محمد بان يعني بان اعتذاري عن حضور الحلقة صب لصالحي، لان اعتقد لو كنا قاعدين نتجابل كنا بنتناجر. اعتقد ابو محمد خل مدام نكر ونفر وانت توديني بزاوية وانا اوديك بزاوية، خلني اوديك انا الى زاوية اخرى من الحديث. نعم. ما سمعت كلمتي لما قلت نبي يطبق القانون على الكبير والصغير، على التاجر والفقير، ولا ما انتبهت على استعجلت هذا؟ انا كنت بسالك، هذا من ضمن الاسئله عندي، بس يبدو انك استعجلت. التاجر هو نفسه من العائله يمكن، عرفت؟ انت اللي يمكن يا ابو محمد تفضل ابو عبد الرحمن. يعني ما يخالف الايحاء باني انا ما تجاهلت العائله، لا اتجاهل العائله والعائله الاسره الحاكمه والعوائل واي طبقه واي تاجر، يعني قلتهم إذا ما قلتهم فوق قلتهم تحت، وإذا نسيتها فوق أنا أعتذر على نسيانها فوق، لكن رديت قلتها تحت. يعني برجع عدم الإيحاء بأني أنا كنت يعني صوب معين ولا طرف لا أطلاق. أنا أبو عبد الرحمن أنا معك، أنا بالعكس أنا من الناس اللي كلمتك أعجبتني. طبعا ما في شيء كامل أبو عبد الرحمن، الكمال لله سبحانه وتعالى. ايضا يعني اعجبتني كلمتك لما قلت يا سمو الامير اوقفوا محاكمات النوايا، يعني لا يمكن اي شخص ان يتجاهل هذه الكلمه، ولا يمكن ان يتجاهل اهميه الموقف التي تقال فيه هذه الكلمه او هذه الجمله لشخص بحجم وقدر ابونا كلنا اللي هو الشيخ صباح. انا معك، كانت يعني صادقه ومن القلب، والحقتها بهيبة القانون، والحقتها بالبدون ومعاناة البدون، لأن أيضا موضوع البدون من الموضوعات اللي الناس يعني موضوع جدل، في ناس ما تتكلم فيه، تخاف التحدث فيه. هذا الموضوع أعتقد يعني كان يفترض أن تحدث فيه، ومحاكمة النوايا أيضا. وصار في ناس يعني الدكتور هشام الصالح كان يقول، أو عدل اسمه هشام الصالح؟ نعم نعم نعم، إيه الدكتور هشام الصالح كان يقول بأنه يعني أني عبد الله أخطأ وممكن يعاقب. لكن بالنهاية أبو محمد لما تكون عندك قناعة معينة ورسالة بتوصلها وأنت صادق، أعتقد يعني تقولها والباقي على الله، وأتمنى أنها وصلت إلى صاحب السمو. أبو عبد الرحمن أنا يعني استوقفني اليوم فعلا تصريح الدكتور هشام الصالح. قبل لا يجف حبر تعيين هشام الصالح مستشار في مجلس الأمة، قال هذا التصريح. يعني أنا أتقبل أن يكون هذا التصريح من مستشار لرئيس مجلس الوزراء، لوزير العدل، لوزير الداخلية، ولكن أن يكون مستشار في مجلس الأمة في بيت الشعب، حتى وإن كنا نعترض على وجود هذا المجلس أو غير معترفين فيه، ولكن مجرد أن يكون مستشار يمثل السلطة التشريعية، السلطة التي تمثل الشعب، التي تمثل الأمة، وبعد كلامك بعشر دقائق أو ربع ساعة يقول إذا صح أن عبد الله بفتين قال لسمو الأمير أوقفوا محاكمات النوايا، فهذا مساس بالسلطة القضائية يستوجب السجن سنتين. يعني أنا ما أدري في أي إطار أضع هذه الجملة أو هذا الموقف من الدكتور هشام الصالح. إحنا ما نبي نتوهج مع القانونين، لكن إذا الدكتور يتساءل بأني قلت، أقول له نعم قلت، وأقول له ارجع إلى الصحف وارجع إلى التسجيل، نعم قلت وأعيدها وأكررها يا صاحب السمو
ودنا ما نحاكم على نوايا، وانا اعني ما اقول، والدكتور عسى الله يوفقه ان شاء الله في مهمته الجديده. اي نعم، المشكله انه المحاكمات تختلف عن الاحكام، يعني المحاكمات اللي كيفها النيابه العامه وهي ترسلها للمحكمه، لكن انت ما تحدثت عن احكام، انت تحدثت عن محاكمات، والامرين مختلفين اختلاف تام. عثمان وياي عندك سؤال. مساك الله بالخير ابو عبد الرحمن. هلا هلا ومرحبا. شلونكم؟ شو اخباركم؟ اولا ودي اقول لا ترمى الا الشجره المثمره. انا رامي يعني عثمان. لا حساك يا ابو عبد الرحمن، انا بقول لك شيء اذا سمحت. انت اليوم وصلت رساله وصلتها بوضوح دون يعني تزلف او اسفاف. اليوم انت وصلت رساله يتضمنها مطالب الطفل والرجل. اليوم تكلمت بلسان الجميع، مو بس الرجال، النساء والاطفال. فوق هذا كله النقطه اللي بقول لك اياها يا ابو عبد الرحمن، ان الرساله اليوم كانت يمكن الجانب المهم منها ان اليوم عرفنا شيء. كانت هذه الرساله يعني خلينا نقول حصان طرواده للبعض، انه مبرر يعني للصراخ او السب او تجاوز القانون. اليوم انت اعطيتنا جميعا درس يا ابو عبد الرحمن، ان نقدر احنا نوجه رساله من غير اسفاف ومن غير صراخ ومن غير تجاوز القانون. فمشكور يا ابو عبد الرحمن، واتوقع ان الرساله وصلت. شكرا وما قصرت عليها. الله يحفظك. شكرا عثمان، مشكور على كلماتك، مشكور على اشادتك، والله يعينك على ابو محمد. لا اخو كبير ابو محمد. احنا ايضا نشكرك ابو عبد الرحمن، وشكرا لتواصلك معنا، وتصبح على خير ابو عبد الرحمن. شكرا على اهتمامك، شكرا على تواصلك، شكرا على تفاعلك يعني بهذه السرعه مع الكلمه، وممنون، وعسى الله يوفقك ان شاء الله في برنامجك في التلفزيون. يطول عمرك وجايبك جايبك على يوم، لا تهرب. تسلم تسلم طال عمرك، تسلم طال عمرك. عثمان، حديث الحوار اليوم ايضا حتى كلمه عبد الله تطرقت الى الحوار. البعض يقول لا حوار في ظل انتهاك الدستور، يعني وصف الحوار الان مع السلطه كتلك الشاه التي تذبح